نحن رح نمشي شوي بإيقاع أسرع. هلا شو عنا النتيجة؟ هلا بنكون مع فئة الإنجاز الإعلامي. مدام مها لو سمحتي أنت إطلالتك هاي بتلطف الجو، فاعملي معروف كلش. مدام مها أصوف. عيد الأشقر مؤسس ومدير مجلة الكلمة، عمل 37 سنة كمراسل صحفي لأهم الصحف اللبنانية، وأسس خلال الحرب إذاعة هابي أف أم. سعد شعنين إعلامي يمتاز بجرأته وانتقاده لمجريات الأمور الزحلية سياسياً واجتماعياً، مؤسس لتيار زحلي أولاً. جاني منيار إعلامي بارز ومحلل صحفي وسياسي دقيق وصادق، برز في تحليلاته التي أدت جادة فاكتسب ثقة قرائه، ما دفع المؤسسات المرئية مجموعة لاستقباله دوليا والاستنار إلى تحليلاته. إذن الفائز عن فئة الإعلام، هودي الثلاثة اللي كانوا آخر متبرزين. يعني بالحقيقة تكريم الكل الليلي في هالحفلة الرائعة اللي بنشكركم عليها من أول. حاسين حالنا كثير مكرمين بوجودنا كلنا سوا لهالسبب. الإنجاز والإبداع أكيد توأمين. الليلي الإنجاز الإبداعي الإعلامي هو من نصيب الأستاذ جوني منير. بنهنيك أستاذ جوني، وأكيد الكل عادت تقريبا قريبة لبعضها، بس حضرتك أنت اللي فزت بهال. جوني حتى لو كان غايب هو موجود عندك هالمهمة الصعبة تسميها. تفضلي لو سمحتي على النص. نحن على فكرة رح يكون لنا لقاء تاني أستاذ وليد لو سمحت للحاجة التقنية. في عنا لقاء تاني رح يكونوا فيه كل المبدعين كرمهم طريقة. أوكي. الإنجاز الثقافي أستاذ موريس. جوزيف الصايغ حائز على ليسانس الأداب ودكتوراه في علم الاجتماع، عمل بالصحافة وإنتاج الأفلام الثقافية. من أهم إنجازاته كتاب سعيد عقل. نبيه أبو سليمان شاعر وكاتب ولديه عدة إنجازات خلال هذا العام، ومنها ديوان أنداء بالشعر العمودي الأصولي. جورج كفوري كاتب مسرحي وغنائي، وكان له خلال العام المنصرم عدة إنجازات، منها مسرحية البعد الخامس كتب 9 أغنيات لمسرحية نقدم لكم وطن. مع هالمبدعين هودي يعني نحن بنشبع ابداع، ما بدنا نستفيد. استاذ نبيه موجود، اهلا وسهلا فيك. استاذ جورج ما بعرف اذا اجا، استاذ جوزيف اعتذر، لكن ثلاثتهم فعلا مبدعين كبار بزحلي وكان لهم صولاتهم وجولاتهم، لكن يعني في واحد تفضل يعني مش حابب تقول، لكن استاذ جورج كفوري هو اللي عايز بفارق كبير متقارب مع استاذ نبي ابو سليمان. وقال لي استاذ نبي ابو سليمان اي واحد فينا ربح فكلنا ربحانين، بنهنيك وكمان بنزقف لك.
وإذا بتسمح لنا نحملك هالتذكار لأستاذ جورج، تقبل منا هالطلب؟ لأنه المثقفين هودي أرقى الناس، وبتحسوا بالتنافس والمنافسة، بيحبوا بعضهم أكثر. أهلا بأستاذ نبيه، ونحن بنعتبرك ربحان طبعا، وهي زقفة كبيرة من الجمهور. أميني كونك أنت مسؤول عن اللجنة الثقافية اللي هو فيها أستاذ جورج. أنا بحب أقول إنه أنا ما بعتبر هيدي مباراة، وخصوصا بين المثقفين، هيدي نوع من تحريك الإناء الإبداعي بزحلة، وخصوصاً إنه أهم شيء فيها عرفتنا على هالمبدعين. وأنا بالنسبة لي أنا ياما في ناس مرشحين ومبدعين بزحلة يمكن ما كان لي الشرف أتعرف عليهم، اليوم صرت أعرف عن نتائجهم وعن إبداعهم، وهيدي من أهم الإنجازات اللي حققها البرنامج. شكراً. نحن ميرسي كتير مدام، ميرسي استاذنا. لنربح شوية وقت، مش رح نعمل بس جايزتين، رح نمشي بإيقاع أسرع، وهلأ رح نعلن كمان عن جايزة رجل أو سيدة أعمال. بعتذر منك موريس إذا لخبطت لك البرنامج، لكن لحتى نربح الله يستر. عماد قزعون رجل أعمال شاب وسليم عائلة عريقة في العمل الاجتماعي والإنمائي والسياسي، طموح أنجز إلى جانب نجاحه في عالم الأعمال العديد من المشاريع الإسكانية والتنموية لأبناء أبو الياس والبقاع. مريزة مهنا بلغم حداثة عهدها بإدارة مستشفى تل شيحة، إلا أنها أحدثت جدلا حول شخصيتها الإدارية، وساهمت في تطوير المستشفى على الصعد الإدارية والصحية، وقد وضعت المستشفى على خارطة المؤسسات المشاركة والفاعلة في كافة فعاليات المدينة. بالحقيقة هالمتنافسين، وهني كانوا أكثر، هني اللي أحرزوا النتائج الكبرى، وكان في فعلا مسافات بينهم وبين غيرهم، بهاي فينا نقول بضمير مرتاح. ولحتى ما نعذب حدا، ولأنه النتيجة واضحة بهالمجال، نحن اعتبرنا أنه في أفضل رجل أعمال السيد عماد أزعون بيشرفنا بيستلم جايزته، ولأنها السيدة الوحيدة للإعمال المرشحة كمان وحازت هالقد عدد من الأصوات، فهي كمان رابحة معنا. السيدة الآنسة مريزة مهنا بتشرفينا كمان. أستاذ عماد ابن السهل الفسيح عبد الياس، أهلا وسهلا فيك. سيادة الحمران صديق، سيادة الأمير السياسي والعسكري، معالي اللواء صديق، أهلا وسهلا فيكم. ست نسيمة أهل زحلة، أبدأ كلمتي حيثما انتهى صديق الأستاذ جوزيف قائلا: إبداع ثم إبداع ثم إبداع. فهذا هو الإبداع، أن نكون موجودين هنا في عروس البقاع زحلة، زحلة الأم، زحلة الأساس. بتقول له انه انا بفتخر انه انا لبناني، نحن كلنا لبنانية. بدي اقول له لأستاذ جوزيف يعطيك العافية ومشكورين، وهذا التروفي هو موجود للكل، وهيدي مثل ما قلت حضرتك هي البداية. وبدي انهي بكلمة لسعيد عقل، بما انه اسبوع سعيد عقل، من قصيدة لبنان بقول لهم: سماء لبنان توحي خير عاطفة، يزفها الدهر من جيل إلى جيل
طه وعيسى أحباها وشعبهما حما حماها بقرآن وإنجيل. شكرا لك. خير للجميع. بداية بدي أشكر الناس اللي رشحوني لهالفئة، وبدي أشكر كل اللي صوتوا لي اليوم، وبدي أقول هيدا التروفي مش أنا بستاهله، هيدا ترشيحة بتستاهله اللي وصلتني لهون. فأنا بقدمه بدوري لسيادة المطران عصام درويش اللي عطاني كل الثقة تعامل كل اللي عملته. بقدمه لكل أطباء مستشفى ترشيحة، بقدمه لكل الموظفين، بقدمه لكل الممرضين والممرضة. وبقلكن انه نحن بعدنا بالبدايه، بعدنا طرنا مشوار كثير طويل، وبتمنى انه ننجز اعمال اهم من هيك بكثير ونستاهل عليها فئات اهم من هيك بكثير. ثانك يو لكم. وهلا بنرجع لنلطف اجواءنا شوي مع شويه حماس وجمال، واللي بتخبرنا عنه نادي رح نكون هلا نترحيب بسعادة محافظ حبيبنا وكبيرنا لك وحدنا.